احتل الجندي اللبناني المرتبة الأولى بالتصويت اللي كانت للـ LBCI أطلقته بـ 24 كانون الأول لشخصية العام 2014. الجندي اللبناني اخترناه مع أربع شخصيات تركت بصمة بقطاعها. كان السيدة مي الخليل اللي تحدت الأخطار وجمعت الآلاف بالماراثون السنوي، أو جمعية كفا اللي أعطت المرأة قانون بيحميها من العنف الأسري، أيضاً الوزير وائل أبو فعور اللي بيواجه مافيا الفساد بالدولة والقطاع الخاص ويخوض معركة سلامة الغذاء، أخيراً النقابيين حنا غريب ونعمة محفوظ اللي وحدوا الصف النقابي وخرقوا الاصطفافات السياسية بالبلد. من اللحظة الأولى كانت المنافسة شديدة بين الجندي اللبناني والوزير وائل أبو فعور. الناس اللي اختاروا الجندي اللبناني اختاروه لأنه مخطوف ولأنه شهيد يحارب الإرهاب والتطرف، يدافع عن الوطن. هو الجندي رمز الشرف والتضحية والوفاء اللي أهله عم بيناضلوا لاسترجاع أبنائهم من الأسر. والناس اللي اختاروا الوزير وائل أبو فعور اختاروه لأنه أول وزير بيكسر المحظور ويواجه الفساد والفاسدين اللي عم بيسمموا لقمة المواطن ويهددون أمنه الغذائي. للحظة الأخيرة ظلت الأرقام بين الجندي اللبناني والوزير وائل أبو فعور متقاربة، إلى أن نال الجندي اللبناني الأرقام الأعلى عند منتصف ليل الأربعاء 31 كانون الأول 2014 عندما توقف التصويت، وحصل إذن الجندي اللبناني على 44% من الأصوات مقابل 42% من الأصوات للوزير وائل أبو فعور.